الآن سأني على الخط وبدها تحكي معك. حولي المكالمة. حاضر. مرحبا أستاذ، بتمنى أني ما أكون عم عطلك. أهلا وسهلا. عفوا، مين؟ أنا اسمي آني. شفتك لما حضرتك جيت على الجامعة. حتى حاولت أوصلك بس ما قدرت. وقدرت أخذ رقم مكتبك. ايه أهلين، هلأ تذكرتك. بس عزبتي حالك من شان الهدية؟ لا أبنوب، لا لا لا، صدقني أستاذ ما في عذاب بالمرة. صراحة أنا هوايتي النحت، وقت فراغي بشتغل منحوتات بسيطة، وأنا أكيد بشرفني أنك تقبل هديتي، وبتمنى أن تكون عجبتك. بتمنى ما تخجلني. معناتها حضرتك نحاتة، وشوفي عندك مواهب تانية كمان؟ أنا هاوية، ما فيني أقول إني نحاتة، يعني أنا لساتني ببداياتي وعم حاول أتعلم. أتعلم من الأشخاص اللي مثلك. ما فيني أشرح لك قديش أنا معجبة بكتاباتك وشعرك. كتاباتك وقصائدك فيهم سحر خاص. أنا متفاجئ، لأني على حد علمي إنه ما انتشر وانطبع عدد كبير من كتاباتي وقصائدي. كيف لهلا محفوظين بذاكرة الناس؟ أصلا مين يلي لسه عنده وقت فاضي لحتى يتزوق ويقرأ شعر بعجقة هاي الدنيا كلها وبهيك وقت؟ أنت يلي عم تفاجئني. معناها أنت ما بتعرف، لأنه كتاباتك منتشرة على الإنترنت والناس بتحبها. بأي مكان بقرأ فيه واحدة من قصائدك العالم كله بتطير عقلها. الشباب بيحبوك، ودائما بيسألوني عنك ببرنامجي وحابين يعرفوا عنك أكتر. مين هو صاحب هالقصائد وكيف عايش؟ حابين يعرفوا كل شيء. أستاذ، مشان هيك كنت حابة أعمل معك مقابلة، طبعا إذا بتشرفني وبتقبل. ما عندي أي شيء مميز لأحكي، وأنا بطبيعتي ما بحب كتير أحكي عن حالي، لهيك بدي أعتذر منك. مع الأسف مضطر أرفض عرضك. لا ترفض هيك دغري، إذا بتحب خد وقتك وفكر. بتمنى أنك تعطيني هاي الفرصة. طيب خلص، الموضوع بيرجع لك إذا حابي تستني، بس أنا ما فيني أوعدك بأي شيء. أنا كتير بدي أتشكرك على وقتك، وأنا تشرفت بالحكي معك. بس بدي منك طلب. بعرف إنه صعب بس بيهمني كتير، ورح كون كتير ممنونة إذا لبيتني يا أستاذ. ممكن أخذ رقم موبايلك؟ وبحلف لك إني ما رح أتصل فيك بلا سبب، وما رح أزعجك بالمرة. وعد مني ما رح ضايقك أبدا. إذا بتريد ممكن تلبيني لو سمحت. ماشي طيب.